وهذا السؤال إذا للدكتور نصر عبد الكريم. دكتور نصر، يعني قد يعتقد البعض أن إسرائيل ستستثمر هذه المواجهة مع إيران في دفع الكونغرس الأمريكي للإفراج عن دفعة مالية تقدر ب 14 مليار دولار ربما أجلت أو أجلها الكونغرس لإسرائيل. فبالتالي هناك كما تفضل دكتور مرعبي ضغوط ستمارسها إسرائيل باستغلال ما حدث. لا شك أنه إسرائيل دائما بتمارس الابتزاز على الإدارة الأمريكية وعلى غيرها من الحكومات في العالم، ولا شك أنه عندها فرصة الآن بأنها تضغط على الكونغرس ومناصريها بتمرير هذا ما يسمى بالدعم المالي الكبير اللي لحتى الآن لم يتم الموافقة عليه. ولكن علينا أن نتذكر بأنه المليار دولار اللي التكلفة المباشرة للمواجهة مع إيران بالأمس هي يعني لا تشكل إلا بضع يسير من التكلفة اللي حتى الآن تكبدها الكيان الصهيوني في عدوانه على غزة اللي هو يصل حوالي 60 مليار دولار. وبالتالي يعني نتحدث عن مليار دولار إذا ما توقفت المواجهة عند هذه اللحظة عند هذه النقطة، فلا أظن بأنه سيكون تداعيات اقتصادية كبيرة لا على المنطقة ولا على العالم ولا على إسرائيل. إذا تدحرجت كرة الفلك وقام الكيان بالرد ومن ثم إيران قامت بالرد وفتحت احتمالية أن تكون مواجهة شاملة عند الاقتصاد العالمي كله ليتلقى ضربة قوية، صدمة قوية جدا إضافة للصدمات اللي بيعاني منها من سنوات طويلة. ولذلك أنا أظن يعني أنا قد لا أتفق مع أنه الاقتصاد الإسرائيلي في أزمة. الاقتصاد الإسرائيلي قبل العدوان ما كانش في أزمة، كان مرتاح جدا وكان يحقق معدلات نمو، كان عنده مؤشرات جدا إيجابية. اللي أدخلوا بالأزمة هو صراع نتنياهو مع معارضيه على ملف القضاء في عام 23 إضافة للعدوان على غزة. إيران وضعها مختلف حتى الآن، أظن ربما تأثيرات المواجهة الإيرانية الإسرائيلية لا أظن أنها تكون كبيرة. أنا أعتقد اليوم يعني أسواق الخليج انخفضت قليلا، سوق تل أبيب ارتفع المفارقة العجيبة، وربما الشيك الغدا افتتاح أسواق نرى الشيك الإسرائيلي يرتفع مرة أخرى لأنه أوريدي الأسواق خصمت هذه التوقعات وجاءت التوقعات تماما كما الفعل. وبالتالي أنا أظن إذا وقفنا عند هذه النقطة لا أعتقد أن الاقتصاد العالمي سيتضرر بشكل ملحوظ. لكن دكتور نصر، كان سؤالي هل ستمارس إسرائيل ضغطا على بعض حلفائها كالولايات المتحدة للحصول على مكاسب مالية حتى لو كانت معطلة أو مؤجلة لأسباب ربما منها العدوان الإسرائيلي على غزة مثلا، ربما تعيد تقديم نفسها لحلفائها بشكل مختلف حتى تحصل على مقابل مادي جيد؟ لا شوفوا، المقايضة دائما متاحة. يعني إسرائيل يعني بتتلقى مساعدات عسكرية سنوياً 3-4 مليار دولار إضافة إلى المساعدات النقدية، إضافة إلى أنه أصلاً في جالية وفعاليات اقتصادية موالية لإسرائيل بالغرب جمعت حتى الآن عبر ما يسمى سوق السندات الشتات مليارات من الدولارات لدعم إسرائيل. أنا أظن ستمارس هذا الضغط، وأنا أعتقد أنه تحت ترهيب وترعيب وتخويف الغرب والمجموعة السبعة وأمريكا من أنه هذه المواجهة هي مع إيران وأنه إسرائيل معرضة للخطر. أنا أعتقد المنفعة اللي ربما جناها الكيان الصهيوني من هذه المواجهة أنه أعاد استثمار هذه اللحظة وحشد من جديد التأييد للدول الغربية، وأصبح اليوم في موقع ربما أفضل بعد أن كان في موقف دفاعي جداً أمام الإجرام اللي مارسوا في غزة. فأنا أعتقد أنه إسرائيل لن تحتاج لمزيد من الضغوط على أمريكا. أنا أظن أمريكا الآن في سباق انتخابي وستتسابق الجمهوريين والديمقراطيين لتقديم مد اليد للعون. هناك قانون على كل أحوال انسحاب الكونغرس الآن لدعم إسرائيل دعما مطلقا من الجمهوريين.